الجزائر تحتج على قرار المغرب نزع ملكية عقار سفارتها بالرباط. في خرجة أخرى غريبة، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا تضمن ما أسمت إدانة بأشد العبارات لمشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكا جسيما لاحترام واجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية. وقررت الحكومة المغربية وباقتراح واستشارة من وزارة الاقتصاد والمالية والداخلية انتزاع عدد من العقارات والأراضي المملوكة للجمهورية الجزائرية بالعاصمة الإدارية الرباط قصد المنفعة العامة لاستغلالها في توسيع المقرات الخدماتية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. وأورد مشروع المرسوم الذي تضمنه العدد 5811 من الجريدة الرسمية الصادر في 13 مارس 2024 ثلاث عقارات تم الشروع في إجراءات نزع ملكيتها، ويتعلق الأمر بعقار يسمى كاباليا تبلغ مساحته 619 مترا مربعا، والثاني زانزي بمساحة إجمالية تبلغ 630 مترا مربعا، وبه دار للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، في حين يسمى العقار الثالث فيلا دي سولي لوفون وتبلغ مساحته 491 مترا مربعا، بها فيلا من طابق واحد ومرافق متعددة.